سيواجه فريق الوداد الرياضي نظيره ماميلودي سان داونز في مباراة الإياب في دور النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي. ويحل فريق الوداد الرياضي ضيفاً على ماميلودي سان داونز ضمن مواجهات النهائي للبطولة. واستطاع الوداد تجاوز عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي من البطولة بفضل ركلات الترجيح بعد التعادل هدف مقابل هدف ذهاب وإياب. كما حقق فريق ماميلودي سان داونز انتصاراً على نظيره الأهلي المصري بهدف دون رد ذهاب وإياب. وحقق الوداد انتصاراً مهماً على نظيره ماميلودي سان داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب. وسيواجه فريق الوداد الرياضي فريق ماميلودي سان داونز يوم الأحد 12 نوفمبر 2023. وستنطلق صافرة بداية المباراة على الساعة 2 زوالاً بتوقيت المغرب، والثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة. وستقام المباراة على أرضية ملعب لوفيتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا. وسوف يتم نقل أحداث المباراة على القناة أبوظبي الرياضية الأولى، وعلى قناة الرياضية المغربية، وقناة بين سبورت القطرية، وعلى قناة أون تايم سبورت المصرية. نتمنى التوفيق لفريق الوداد.